حديث شيق ولقاء ممتع، ومثل عادتها استقبلتنا بابتسامتها الحلوة. خبرتنا سوسن بدر عن جديدها وعن حياتها العائلية، وجاوبت معنا أسئلة الجمهور. أي فنان بيتكرم بيتبسط جدا على فكرة. التكريم ده معناها إن الناس شافتنا والناس قدرت إن إحنا عملناه، وإن إحنا عملنا حاجة الحمد لله فضل الله كانت كويسة فاستحقينا عليها التكريم. التكريم بيسعد الفنان جدا جدا، بس تكريم بقى كمان من جهة مسرحية، من مهرجان زي مهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب، ده حاجة بجد كان ليها مكانة خاصة جدا جدا في قلبي. لا، هي الفكرة ان مش كل المسرحيات كانت بتصور، وبالتالي في تاريخ مسرحي كده في جيل ما يعرفوش ما شافهوش، لأن المسرحيات مش كلها كانت بتتصور للأسف الشديد. يعني إن شاء الله يمكن في المستقبل يتداركوا ده، فكل المسرحيات لابد إنها يتم تصويرها علشان تفضل الأجيال دايما مطلعة عليها وشايفاها. يعني إن شاء الله بقى الفترة اللي جاية تتغير حاجات كتير في المسرح. آه طبعا، بس مش هيبقى بشكل التقليدي المعروف للمسرحية القديمة، يعني لا، هتعمل لها ادابتيشن وتعمل لها تجديد وتحديث وتبقى مواكبة للوقت اللي احنا عايشين فيه أكتر. هي رسالة مش درس، ان يا جماعة احنا دولة عظيمة، الدولة المصرية دي دولة عظيمة من ساعة ما ربنا خلقها على الأرض، وكانت أول دولة تقريبا أثبتت الدراسات والاستكشافات والجيولوجيا والتاريخ والدراسات كلها أثبتت أن تقريبا مصر كانت أول دولة وجدت في التاريخ، أول دولة ظهر لها حاكم بمعنى حاكم، أول دولة فيها دولة بمعنى كلمة دولة، حكومة وشعب وجيش، يعني كانت دولة من ساعة بدء الخليقة عملت حضارة ما اتكررتش رغم وجود حضارات كتير في كل العالم، سواء كان في الإقليم العربي أو برا الإقليم العربي، في دول العالم في بلاد كتير ظهرت فيها حضارات، بس ما فيش حضارة بعظمة الحضارة المصرية خالص. الحضارة المصرية قامت عليها وبعدها كل الحضارات لغاية النهاردة. ده بالظبط اللي احنا كنا عايزين نقوله، خصوصا للجيل الجديد. الاماكن ما كانش فيها صعوبات، كنا مسافر في الصيف، كنا مسافر في رمضان، كنا مسافر في الصعيد.